كغيرها من القرى العراقية المنسية، تعاني قرية أبو بلامة في قضاء القادسية بمحافظة النجف من غياب الخدمات ما فاقم من معاناة الأهالي. يعني أبسط مقومات الحياة ما موجودة، لا ماء، لا كهرباء، لا تبليط، لا مدارس، لا مستوصف، زين اي شيء ما موجود. هذا الماي هو للشرب وهو للتغسيل وهو للحيوانات ولكل شيء. زراعه انتهت، ماكو من رحمه الله، لا شلب عندنا. وهذا بالنسبه للحنطه، زراعه الحنطه مسد مخاسيرها. سكان القريه وصفوا قريتهم بالمنكوبة بسبب الإهمال الحكومي الذي حرمهم الماء وتسبب بإصابة العديد من السكان بأمراض خبيثة. الماء يعني حالة يرثى لها، يعني انصابت الناس بعضها سرطانية وأمراض جلدية مختلفة، أمراض جلدية وسرطانية مختلفة انصابت الناس، لأن ماء مياه آسنة وقاعد تأخذ منها الناس، يعني صفيها شبه تصفية وللغسيل وللسبيح، يعني حالة يرثى لها. اليأس الذي تغلغل بين سكان القرية بعد معاناتهم من الإهمال الحكومي وصل بهم إلى حد الهجرة من قريتهم جراء انعدام أبسط مقومات الحياة فيها. احنا ناس منسيين والله، وكذا كل الناس هاجرت كلها من هاي المنطقة، فاتجت وين؟ للولاية، للمدينة، اللي يعيش يموت هنا، هو مات حقيقة، الميت هو هنا، فهاجر للمدينة على مود يعيش. هاي المنطقة كان أكثر من 200 نسمة، أكثر من 40 بيت، فالواد معافت بيوتها وعافت أراضيها وهاجرت للمدينة. بسبب شنو؟ لا خدمات، لأن المنطقة شلون يسكنها؟ إذا كهرباء ماكو، مي ماكو، شارع تراب لحد الآن. إحنا بأيام الشتاء، بأيام المطر، إذا طاح عندنا مريض أو مرة عندها حالة ولادة، الله يكرمك تموت مكانها. سكان قرية أبو بلامة فقدوا الأمل بالكامل في إصلاح واقع قريتهم الخدمية، لأن أي من الوعود الحكومية التي سمعوها خلال 20 عاماً الماضية لم يجد أي منها طريقه إلى الواقع لأسباب كثيرة، في مقدمتها الفساد الحكومي.